السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح لكم عملية العظم نسميها bone formation، أو المصطلح العلمي إلها هو الأوسيفيكيشن أو الأوستيوجينيسيس. يعني أوسيفيكيشن أو أوستيوجينيسيس هي تكون العظام. مش وقت تتكون العظام، هي في خلال مراحل النمو الجنيني طبعاً. فعملية تكون العظام بها نوعين أو مرحلتين أو طريقتين بالحقيقة، تو ميثود. الطريقة الأولى نسميها انترا ممبرينس بون فورميشن، والطريقة الثانية نسميها اندوكوندرال بون فورميشن. أول مرة خلينا نقرأ هذا الكلام ونفتهم شنو هو. البون ديفلوبس باي ريبليسمنت اوف بري اكزيستينج كونكتيف تشو. The two processes of bone formation or osteogenesis observed. فانتبهوا هنا، هاي دا نشرح عليها كل هي وين موجودة يعني تتكون أو تحدث خلال مراحل النمو الجنيني. الطريقة الأولى هي intramembranous bone formation in which bone tissue is laid down directly in primitive connective tissue or. فهنا انتبهوا، أريدكم على مصطلحين، connective tissue والميزنكاما. معناته الطريقة الأولى العظم ينشأ بها من نسيج رابط connective tissue، أو بين قوسين نسميه الميزنكاما، وهسه راح نجي نعرف شنو هي الميزنكاما. الطريقة الثانية endochondral bone forming in which bone tissue replaces a pre-existing hyaline cartilage or analog of the future bone. يعني هنا انتبهون تنتبه على انه العظم منين ناشئ، من هايلين كارتلج، من غضروف جعجي. هذا الكلام معناه يطور العظم عن طريق استبدال نسيج العظام الموجود مسبقا، وعمليات تكوين العظام او تكوين العظم اللذان تتم ملاحظتهما. تكوين العظم داخل الغشاء، حيث يتم وضع النسيج العظمي مباشرة في النسيج الضامي او اللحم المتوسطة اللي هي الميزنكايما نسميها. وتكوين الطريقة الثانية تكوين العظم الغضروفي، حيث تحل الأنسجة العظمية محل الغضروف الهايليني، يعني زجاج احنا نسميه، الموجود مسبقا او القالب او الهيكل العظمي للعظم المستقبلي. الميزنكايما الطريقة الأولى اللي هسه راح نشوفكم عدة صور، فأي صورة يعني ما مطلوب عندكم انه ترسموها، مو أكثر من توضيح للخطوات اللي تتحدث بكل طريقة من هاي الطريقتين. أهم شيء أريدكم تعرفونه انه الانترا اكو طريقتين لتكوين العظم خلال مراحل الجنين. الانترا ممبرينس بون فورميشن اللي هي تحول العظم او نشوء العظم نكتف تشو. الطريقه الثانيه بون فورميشن هي تحول العظم من او نشوءه من غضروف زجاجي طبعا لين كارتلج. هاي الصور بس توضح كل عملية من العمليات. مثلا الجنين من يبدي، طبعا يبدي بالبيضة المخصبة اللي هي ناتجة من اتحاد خليتين، واحدة جاية من الذكر واللي هي النطفة، والخلية البيضة اللي جاية من الأنثى. فراح تبدي لما تصير عملية الإخصاب، وراح تبدي تتحفز الخلية الناتجة وتبدي تنقسم انقسامات متعددة، وتستمر هاي الانقسامات نحكي بداية الجنين إلى أن يتكون عندي ثلاث طبقات، الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم. يعني ثلاث طبقات او ثلاث اخشية، ومن هاي الثلاث اخشية راح تبدي تنشأ السيستمز مال الجسم. مثلا نشوف الاحشاء الداخلية عادة منشأها من الاندوديرم، يعني من الغشاء الداخلي اللي تكون. طبعا هاي المرحلة هي لفت اسم معين يعرفوه جماعة الاجنة، هاي مراحل النمو مال الجنين. وعلم الأجنة إمبريولوجي هو العلم اللي يهتم بدراسة الأجنة، مراحل التكون الجنيني في الحيوانات المختلفة، ومن ضمنها طبعا الإنسان، ويدرسون الاختلافات ما بين هذه المراحل على مدار التطور للكائنات المختلفة. فإلها هاي المراحل النمو الجنيني لها تسميات مختلفة. هاي واحدة من هاي اللي هي تتكون من ثلاث أخشية، الإندوديرم والإكتوديرم والميزوديرم. مثلا تنشأ من عند الأشعة الداخلية، الإكتوديرم تنشأ من عند الجلد مثلا والبشرة، الميزوديرم مثلا تنشأ من عند الجهاز العصبي على ما أتذكر، مدى أتذكر معلومة دقيقة لولا، بس هي يمكن ينشأ الجهاز العصبي من الميزوديرم. من ضمنها العظام أيضا ممكن تنشأ من الميزوديرم.
اللي هي الطبقة الغشاء الدائري يعني الوسط، الغشاء الوسطي راح يصير. فهذه بالغشاء الوسطي هو شنو هو يحكي يعني بي خلايا الميزينكيمية، هاي هي الخلايا الميزينكيمية موجود بي أوعية أو شعيرات دموية مثل ما تشوفون هنا. زين، تبدي هذه الخلايا، تبدي الخلايا الميزينكيمية تتجمع على شكل بؤر ميزينكيمال سيلز أجريجيتس، يعني تبدي تتجمع. Then without the cartilage intermediate, without cartilage, this process is controlled by a pattern singles. طبعا شلون تبدي تتحفز عملية تجمع الخلايا الميزينكيمية بهذه الطريقة؟ راح تجيها جزيئات منظمة، أمثلتها الهوجو هوجو هوج هوج هيج هوج اللي هي طبعا جزيئات فإلها ريسبتورات خاصة موجودة على سطح هاي الخلايا الميزينكيمية على سطحها، فمن ترتفع راح تخف الخلايا الميزينكيمية أو اللحمية نسميها حتى تفد أكشن معين. فهذا الأكشن يتمثل بأنه تجمع أول مرة بؤرة معينة هنا مثل ما يوضح لكم الخطوة الثانية، وبعدين تبدي تنقسم، تبدي تتحول عفوا تتحول إلى خلايا أخرى. فالجزيئات اللي تحفز هاي الفعاليات اللي هي وفايبروبلاست جروث فاكتور وترانسفورميك جروث فاكتور بيتا، هذه الجزيئات ترتبط بسطح خلايا الخلايا المدنية وتحفزها على زين. الخطوة الثانية الميزينكايمز ديفرنشيت انتو استوبلاست، مثل ما قلنا هاي الجزيئات راح تبدي تحفز الخلايا المدنية هذه تشوفوها النجمية على ان تتحور الى خلايا ثانية. هي الخلايا الثانية اللي هي استيوبلاست ناسة بدأت تصير خلايا الها علاقة بالعظم، نشوء العظم اللي هي الاوستوبلاست اللي هي ابون بلاستوما is formed يعني هي خلايا عظمية لكنها مو ناضجة وإلها القدرة على الانقسام. بعدين من تصير أوستيوثات تفقد القدرة على الانقسام بعد، ليش؟ لأنه حالة الأوستيوبلاست لا تبدي إلها قابل للانقسام وآثر وزيادة عددها، لكن بعدين من تبدي تتحور تنحجز داخل داخل الحجيرات اللي كنا اللي ذكروش بتركيب العظم، لا راح تبدي تتكون أوستيوثات خلايا ناضجة بعد ما يعني ما تحتاج إنه تتحول يعني إنه ما تحتاج يعني يصير ما تحتاج انه تتحول الى يعني ما يعني الاوستيوسات يعني بعد ما تحتاج انه يعني تنحجز بداخل هاي وما تفقد قدرتها على الانقسام، يعني تصير ناضجه، تصير ناضجه ماتشور سيلز خلايا عظميه ناضجه. الاوستيوسايت within the core of blastoma، البلاستوما يقصد بها تجمع للخلايا وحاطه مجموعه من الخلايا لتحمي أسميه هذا البون ماتريكس يتكون، وهذه هي الأوستيو بلاست اللي تحيط هاي الخلايا. زين، اللي صارت بشكل غلاف حاط أو الماتريكس النسيج البون ماتريكس. هسه ايش راح يصير بهذا البون ماتريكس؟ نسميه أوستيمية الأوستيود is deposited by osteoblast. هاي الاوستيوبلاست شو راح تسوي؟ تاخذ الكالسيوم من الشعيرات الدمويه طبعا الاوستيود زين او الاوستيو او البون ماتريك وتبدي ترسبيها حتى يبدي يتعظم ويتصلب بواسطه الشعيرات الدمويه. زين، فبهالطريقه راح يبدي فتصير هاي العمليه نسميها المينراليزيشن بروسيس، نسميها مينراليزيشن بروسيس، وبهالطريقه راح يتكون البرايمري بون تشو. هذا هنا راح بعد ما يبدي يترسب راح نسميه برايمري بون تشو يعني نسيج عظمي اولي. الاوستيوكلاست راح تبدي هنا ايضا تتكون اوستيوكلاست، بعض الخلايا تتحول الى ما يسمى بالاوستيوكلاست واللي هي الخلايا الهاضمه للعظم اللي تبدي تساهم في تشكيل شكل العظم يعني تساعد على نشوء العظم. طبعا organization of primary ossification center then multiple individual trabeculae اللارج راح تبدي تتكون مو يبدي يترسب الكالسيوم، راح تبدي تتكون حواجز، حواجز ترابيكولا ويتكون بالبداية عظم نسميه العظم الإسفنجي، وبعدين هذا العظم الإسفنجي يبدي يتحور إلى العظم الآخر، العظم النوع الكومباكت اللي هي العظام الطويلة.
بهذه الخطوات. بس هذه هي الخطوات الرئيسية اللي مطلوب عندكم تفهموها. هنا هسه هاي الصورة أيضا للإنترامبرينس أوسيفيكيشن. شوفون هاي الترابيكا في خطوات متقدمة أكثر. هنا هاي الترابيكولا شلون تكونت، وهذه هي التجمعات مال الميزينكاما السلس اللي شرحناها. هنا بدي تنحجز شوي شوي تختفي وتحل محلها حواجز، وتحل محلها العظم اللي هو نسميه الاوستيود اللي يحتوي على الاوستيوسايت. هذا المرحلة النوع الثاني، الطريقة الثانية للتعظم اللي هو اندوكوندرال اوسيفيكيشن. زين شوفوا هنا العظم الطويل، هذا العظم الطويل هنا تكون البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن اللي هسه شرحنا نفسه. بس الفرق انه هنا عظم غضروفي، عظم غضروفي وبدت يصير في اوعية دموية، وهاي الاوعية الدموية اللي ساهم وساعد على تحول العظم من الغضروف. الكاسيفيكيشن اوف ذا ماتريكس اند ابوبتوسيس اوف هايبرتروفي. طبعا منين دا ينشا هذا؟ اكو هاي المنطقه تشوفوها الخضر اللي هنا، هاي الكوندروسايت او نسميها العفو بيكوندروم، هذه بيريكوندريوم اللي هي الطبقه يعني اللي راح ينشا من عندها العظم من هذه الطبقه اللي هي بيريكوندروم. شنو هي البيريكوندروم حتى نفتهمها اكثر؟ هنا راح نوضح لكم. خلينا نتعرف شنو هو البيريكوندروم وين مكانه. شوفوا هذا العظم الطويل بالسنتر مالته لهنا، هذا هو البيريكوندروم. شنو هو البيريكوندروم؟ البيريكوندروم هو كارتليج يعني غضروف كفرت اكسترنالي باي. هذا الدنس كونكتيف تيشو هو يعني النسيج الرابط الكثيف، هو راح يكون مسؤول عن عملية التعظم اللي تحدث بالكارترج. فالبريكون اكسبت فايبر كارترج. وين الارتيكولار كارترج؟ وين مكانه بالضبط؟ شوفوا منا لهنا على المنطقة شوية بين زرقاء، هذا هو البريكوندروم اللي بالطارف مال العظم يسموه العظم المفصلي articular cartilage، نسميه articular cartilage. هذا اللي هنا اللي بقية العظم من الجهتين يعني يغطي الجزء الطويل من العظم، هذا نسميه pericondylum. هو عبارة عن dense connective tissue وهو راح يكون إلى دور بتحول الجزء الغضروفي الوسطي إلى عظام. زين has two layers، هذا الجزء طبقتين، الخارجية هي عبارة عن fibrous layer والداخلية هي عبارة عن cellular layer. إذن أكو طبقتين لهذه الكوندرو أو البيريكوندريوم اللي هي الطبقة خارجية اللي فيها ونسميها الفاسكولار، وطبقة داخلية تسمى extend the cartilage is damaged يعني يساعد على أنه يعني في حال انه تلف بالعظام يساعد على انه تعمر هذا التلف، ويساهم بدور فعال في نشوء تحول الغضروف الزجاجي الى عظم. نرجع لنا هنا شو بده يقول انه الميكانيزم هنا انه بالحاله الاولى الانترامبرينس راح الكونكتيف تيشو، انما بالاندوكوندرال راح ينشا من الغضروف. شوفوا هنا بالاندوكوندرال اوسيفيكيشن راح يتكون لنا سنتر نسميه ثاني والسكندري وسنتر اخر البرايمري. الأول خطوة blood vessels and chyme infiltrate the epiphysis and a secondary ossification center is established. هنا بهاي الخطوة راح تبدي تنشط الأوعية والشعيرات الدموية. الخطوة الثانية similar secondary ossification center appears in the opposite epiphysis. هنا تبدي تتكون هاي المنطقة اللي صار عظام، بدت هنا تظهر primary ossification وتظهر بعدين بعدين عندنا الابيفايزل بليت، هاي تظهر الابيفايزل بليت اللي بعدين تتحول الابيفايزل لاين لاينينج.